السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إيه الصدقات الجارية بتنفع لطلبة علم بس هيستخدموها للأكل ويعني مصاريفهم هم شخصيا، ولا بتبقى الصدقات صدقة جارية؟ لطلبة العلم مطعوم مشروب ليست جارية. جارية مثلا تشتري كتابا، كتاب علم مثلا كفتح الباري شرح سهل البخاري، يكون جاريا للناس ولا تخص به أحدا، وإن خصصت به أحدا جاز أيضا، لكن الأفضل أن تكون عامة، تكون عامة يستفيد بها عموم الناس، مكتبة عامة مثلا يستفيد بها العموم. وإلا أيضا فإن وجدت شخصا طالب علم فقيرا ويحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى كتاب يستعين به على نشر العلم، تكون جاريا إن شاء الله أيضا.